وما هو واجبنا تجاه المسجد الأقصى؟ واجبنا أن نتبرأ من الشرك قبل كل شيء، أن نقيم الصلاة حق الإقامة، أن نؤتي الزكاة، أن نسلك في التعامل مع الله. ولو تحقق ذلك لاستنقذنا المسجد الأقصى، ولكن المسلمين قد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولعلكم تسمعون وتقرؤون في الصحف ما يعمله القوم هناك وهناك، وفي مناسبة عيد الميلاد ماذا سيعملون؟ فهل يستنقذ المسجد الأقصى بغير الإسلام؟ ما صلب المسجد الأقصى إلا لما نسي المسلمون ربهم ونسوا دينهم. وما ربك بظلام للعبيد؟ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا يرفع عنا هذا الذل بوحدة عربية، ولا بمؤتمرات إسلامية، ولا باستنصار بأمريكا أو غيرها. لا يرفع الله هذا الذل إلا بمراجعة هذا الدين. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم.